أحد المخابر الخاصة بولاية قسنطينة مبادرة من أجل الكشف عن حالة فيروس كورونا مجانا لصالح كل التابعين لقطاعي الصحة والحماية المدنية وكذا السلك الأمني باعتبارهم الجنود المرابطين في الصفوف الأولى لمجابهة الجائحة. قمنا بالمبادرة لصالح عمال الصحة الحماية المدنية والشرطة باش نقصوا شوية الضغط على الحكومة ونعاونوا المواطن. نديروا ابخي 500 تيست بار جور. المبادره اللي دارها المخبر ابن سينا لصالح عمال الصحه والحمايه المدنيه والشرطه ونستحسنوا هذه المبادره. طرق وتقنيه عاليه الدقه للكشف عن فيروس كورونا استعملها المخبر بواسطه التحاليل السريريه للمشتبه فيهم، حيث يتم تحليل عينات تصل ل 500 شخص في اليوم الواحد. يسمح لنا بالكشف على هذا المرض بعد الإصابة بست أيام إلى سبع أيام، ويعطينا أن هذا الفيروس هذا الشخص أنه في حالة مناعة دار المناعة كونتر هذا الفيروس أو في طور الإصابة. نخدمه في التحليل الاسيرولوجي كوفيد 19، نخدموها بزوج طرق. نخدموا بالطريقة الأولى تصير أوتومات روش، إذا كانت نتيجة إيجابية نزيدو نكونفيرميو أوتومات ثاني إكروما لا تكنيك إيمينو فليوريسونس. مبادرة تثمن دور المرابطين في الصفوف الأولى لتنقص الضغط على مخابر الدولة، وهنا يبقى المواطن المعادلة الحقيقية للتغلب على الجائحة.